هنا القاهرة عاصمة الخبر، وهذه نشرة المشرق العربي نسلط فيها ضوء على دول المشرق العربي من أخبار مختلفة. أهلا بكم. البداية من بلاد الأرز، حيث لوح الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان بتعليق مشاركة نوابه في الجلسات المقبلة لانتخاب رئيس للبلاد. يأتي ذلك بعدما فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة 11 لعدم بلوغ النصاب القانوني. هذا وشارك في الجلسة 110 نواب، وحصل المرشح النائب ميشيل معوض على أعلى عدد أصوات بواقع 34 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 37 ورقة. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. بعد التحية أحمد، إذن مجلس النواب فشل للمرة 11 في اختيار رئيس للبنان، هل كان هذا مفاجئا؟ كيف نقرأ المشهد بعد 11 جلسة فاشلة؟ تحياتي لك في البداية. لم يكن المشهد مفاجئا على الإطلاق، بل كان متوقعا في ظل استمرار حالة الانقسام، ربما تفاقم أيضا حالة الانقسام بين القوى السياسية. كان هناك انقسام بين فريقين، فريق يصوت ب 55 ورقة بيضاء وفريق آخر يصوت بحوالي عن 45 ورقة للمرشح ميشيل معوض. بعد الجلسات الأولى التي شهد وصلنا فيها إلى هذا العدد، تشرذمت الكتل السياسية أكثر وأكثر حتى وصلنا إلى 37 ورقة بيضاء وقرابة 35 صوتا للنائب ميشيل معوض. كل هذه الفروقات في التصويت ذهبت لكتل جديدة، وما يعني أن مزيد من الانقسام داخل الكتل النيابية ومزيد من الانقسام داخل مجلس النواب اللبناني. هذا الانقسام هو الذي يعرقل بشكل أساسي انتخاب رئيس جديد للبلاد. وربما رأت كتل نيابية أن هذا الأمر وصل إلى طريق مسدود، ومطالبين بإحداث صرف كبير لتجاوز هذه العقبة على أن يكون وعلى أمل إبقاء الحلول داخلية دون أي تدخل خارجي، حيث قامت كتلة اللقاء الديمقراطي بالتلويح بمقاطعة الجلسات. وهذه الكتلة هي من الكتل المؤثرة لأنها تنتمي إلى حزب من أكبر الأحزاب اللبنانية، ولها قرابة 8 نواب غير المتحالفين معها داخل مجلس النواب. لوحت بالأمس بأنها ستقاطع الجلسات حال استمر هذا الجمود وعدم إحداث أي خرق على صعيد التصويت في الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبلاد. كما قام أيضا عدد من النواب بالاعتصام منذ مساء الأمس داخل مقر مجلس النواب، مطالبين بعقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للبلاد. طيب، لا شك أحمد أنه هذا الفراغ السياسي الراهن في لبنان تزامن كما تعلم مع وجود حكومة تصريف أعمال. هل من خلال متابعتك استطاعت هذه الحكومة، حكومة تيسير الأعمال، أن تعمل بشكل متناسب في ظل هذا الفراغ الرئاسي؟ حتى الآن لم تستطع الحكومة أن تعمل بهذا الشكل، بدليل الارتفاع الكبير في سعر الدولار يوما تلو الآخر، والارتفاع الكبير في أسعار السلع وجميع الخدمات، والنقص الشديد والإضرابات المتتالية في قطاعات مختلفة في الدولة اللبنانية. ويرجع هذا إلى سببين رئيسيين. السبب الأول هو أن حكومة نجيب ميقاتي يدور حولها خلاف سياسي كبير بشأن صلاحيتها في تولي صلاحيات الرئيس في فترة الفراغ الرئاسي، لكونها حكومة تصريف أعمال تقدمت باستقالتها في مايو الماضي.
يرى فريق أن من حق الحكومة أن تمارس صلاحيات الرئيس وتسيير أمور الدولة، بينما يصر فريق آخر وهو كتلة مؤثرة في الدولة اللبنانية أن ليس من صلاحية حكومة نجيب ميقاتي أن ترس أو أن تستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية لتسيير أمور الدولة. وهذا الصراع أو هذا الصدام يؤدي إلى تعقيد مزيد من الأمور بدليل أزمة الكهرباء التي حدثت مؤخرا. أما السبب الثاني هو الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد والتي تفوق قدرة حكومة فقط على إنجازها. الأزمات الحالية في لبنان تتطلب وجود كافة مؤسسات الدولة للعمل في تناغم من أجل تجاوز هذه المرحلة. شكرا جزيلا لأحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت. توج منتخب العراق بلقب كأس الخليج لكرة القدم بعد فوزه على نظيره العماني بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة النهائية. أهداف أسود الرافدين سجلها إبراهيم بايش وأمجد عطوان ومناف يونس، أما هدف عمان فسجلهما ينبر اليحيائي وعمر المالكي، ويعد هذا اللقب الرابع في تاريخ العراق والأول على أرضه منذ 44 عاما، والأول أيضا منذ لقبه الأخير عام 1988 في السعودية. هذا وقد رصدت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية في العراق ردود فرحة الجماهير العراقية عقب التتويج بالكأس. قد أطلقت الجماهير العراقية العنان لفرحتها في شوارع العراق معبرين عن سعادتهم الغامرة باللقب الغالي، كما شادت الجماهير بأسود الرافدين إضافة إلى الجهاز الفني والطبي والإداري للمنتخب. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية. أولا هبة، ألف مبروك تتويج المنتخب العراقي بهذه البطولة المهمة، ثم صفي لنا يعني أثر هذا التتويج وكيف كانت الفرحة في الشوارع العراقية في كل المحافظات. بداية تحية طيبة ويبارك فيك يا ربي. طبعا فرحة العراقيين من وسط من شمال إلى الجنوب، يعني المباراة كانت بصراحة مباراة هائلة، يعني حرقت أعصاب العراقيين أجمع، وكانت فرحة العراقيين بهذا اليوم يوم الاحتفالات، يوم بصراحة العراق لا ينام بسبب هذه الاحتفالات التي وصلت من الشمال إلى الجنوب، الذي يعني كانوا موجودين العراقيين كانوا منتشرين في كل شوارع العراق يحتفلون بالسيارات وفي الأعلام العراقية ترفرف من السيارات، وهنالك أهازيج وأفراح، ويعني العراق يعم بصراحة بسبب هذه الفرحة وفور. يعني كان هنالك في التتويج مثل ما تعرفون وشاهدتم في التتويج بطولة خليج 25 يعني رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني الذي توج المنتخب الوطني هنالك، ويعني فور وصوله امس الى بغداد هنالك يعني اطلع على موقف خاص وهو انه بتامين الاحتفالات، هذه الاحتفالات بفوز منتخبنا بكاس خليج 25، وايضا اطلع في ساعه متاخره من الليل فور وصوله على الوضع الامني والميداني الخاص بتامين الاحتفالات شعبنا بمناسبه فوز المنتخب العراقي على ناظره العماني، وهنالك ايضا يعني ذلك عبر شاشات المراقبة في مقر قيادة العمليات المشتركة، وكذلك تابع محمد الشيعة السوداني الخطط الأمنية الموضوعة هناك لتأمين الاحتفالات التي ستتواصل اليوم الجمعة، واستمع إلى إيجاز عن الوضع الأمني بشكل عام وفي ظل هذه الاحتفالات، احتفالات الجماهير التي تشهدها اليوم العاصمة بغداد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العراق وتمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر وفي مختلف المدن العراقية، وأيضا وجه القائد العام للقوات المسلحة القادة الأمنيين بمتابعة الميدانية واتخاذ كل التدابير الأمنية واللازمة لتوفير الأجواء الآمنة لاستقبال المنتخب الوطني الذي سيحظى بشعبية هائلة والذي سيحظى يعني بهذا الاحتفال العظيم في العاصمة بغداد. نعم. هبة، يعني دعيني أصارحك بشيء بشكل شخصي وإحساسي الشخصي، إن من خلال متابعتي لما قبل المباراة وما بعد المباراة، هناك إحساس داخلي بأن العراقيين
كانوا يبحثون عن فرحة وسط هذه الأجواء التي عاشها العراق على مدار السنوات الماضية. هل هذا الإحساس صحيح فعلا؟ يعني أنا هنا أسألك، لست يعني بطبيعتك أو باعتبارك مراسلة للقارة الإخبارية، لكن كمواطنة عراقية إلى أي درجة فعلا كان العراقيون يحتاجون لهذه الفرحة؟ بصراحة العراقيين يحتاجون لهذه الفرحة منذ أعوام عديدة، يعني بسبب التغيرات السياسية التي حصلت في البلاد، يعني ينتظرون فرحة، وهذه هي فرحة العراقيين وفرحة الجماهير العراقية. يعني مثل ما شفت على شاشات القاهرة الإخبارية وكيف رصدت الكاميرا القاهرة الإخبارية الأجواء في جميع المناطق الموجودة في بغداد، يعني كنا نحتاج هذه الفرحة بعد 43 سنة لم نفرح بهذه الفرحة، وخصوصا الفرحة والعرس الكروي الذي حصل في العراق، وخصوصا في محافظة البصرة بعد أن استضاف العراق، وأصبح يعني كل الدول الموجودة يعني تسلط الضوء على العراق، وخصوصا في محافظة البصرة وكرم البصرة وحافظة الاستقبال الذين استقبلوا الوفود المنتخبات الخليجية، والذي أعاد العراق بصراحة على الحضن الخليجي بعد كثير من السنوات. أنه وسابقا صرح رئيس الوزراء العراقي أنه يتم يعني إلغاء تأشيرة دخول الخليجيين إلى العراق إلى إشعار آخر، والعراقيون ما زالوا في محافظة البصرة، وكذلك الوفود المنتخبات الخليجية موجودة في محافظة البصرة، قالت أنه نحن لا نغادر، يعني لا نغادر البصرة، يعني ونحتفل بفوز المنتخب العراقي هذا اليوم. أنا أشكرك شكرا جزيلا من بغداد، هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية. بطبيعة الحال أعيد المباركة للمنتخب العراقي هذا الفوز المهم. إذن مشاهدينا الكرام، فقد انتهت هذه الحلقة الآن من المشرق العربي هنا القاهرة عاصمة الخبر. للمزيد دوما من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11747 رأسي، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.